تهتم إذاعة حواء اف ام النسائية التي تبث إرسالها من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في غزة، تهتم بقضايا المرأة الفلسطينية وحقوقها القانونية وبإنجازاتها أيضا. ويتولى فريق نسوي إعلامي مسؤولية هذه المحطة، ويهدف إلى تمكين المرأة ودعم قضاياها والمطالبة بحقوقها المسلوبة، إلى جانب مناقشة قضايا المجتمع من وجهة النظر النسوية. كما توفر المحطة أيضا برامجا حوارية وفرص عمل للخريجات الفلسطينيات اللائي يدرسن الإعلام ويتم تدريبهن لنيل فرصة أفضل بالمستقبل. فترجت فيهم ضحكوا على الأمومة، وأعطوني ورقة بتقول ما بنعترف بأوراق تبعهم لابنها الخمس. فأول ما قابلت أستاذي فبقول له طبعا هنيته، قلت له قبل بيومين خرجوا، قعدوا في بس يومين، وثالث يوم صبرة وشتيلة. لكن كنت أسأل يعني يقولوا لي الرئيس اللي خلاني إني ما أقدر أنا أضل في لبنان حتى أطمئن أكثر. أنتم تستمعون إلى البث التجريبي لراديو حواء، تستمعون إلى البث التجريبي لراديو حواء 9.6 اف ام. فلسطينيات بقضايا المرأة وحقوقها القانونية والمجتمعية.